آخر خير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا جمال. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. بنبدأ معاكم يوم جديد وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. الحقيقة من أهم الأحداث اللي حصلت امبارح هي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوشكا. شفنا الحقيقة يعني إنجاز حصل في توشكا، وهذا الإنجاز وهذه المشاهد أول ما شفتها وأول ما ابتديت متابعتها جه في دماغي على طول أغنية كده يمكن جيل الثمانينيات والتسعينات هيفتكرها، كانت أغنية للفنان طبعا محمد ثروت، عايزينها تبقى خضرة الأرض اللي في الصحراء. شفنا حقيقي ده امبارح من المشاهد ببدء حصاد موسم القمح في صحراء. شفنا مساحات كبيرة جدا 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 من الرمال الصفراء بتتحول لأرض خير وأرض خضرة. مهم جدا 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 وإيجابي جدا إن الخطوات دي تتاخد في هذا التوقيت، خطوات حقيقية في تحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والسلع الغذائية. الصورة دي كانت موجودة بكل تفاصيلها في توشكا، تفقد سيادة الرئيس امبارح للمشروع وإعطاء إشارة بدء حصاد محصول القمح. يا شاذلي، كل ده جمانة لم يكن يتم إلا لو كان في إرادة سياسية قوية كانت كلمة السر في هذا المشروع. المشروع كان تعثر لفترة بشكل كبير، لكن كانت هناك توجيهات من السيد الرئيس بإعادة إحياء المشروع مرة أخرى وتوفير كل المتطلبات وإزالة كل العوائق اللي كانت هي سبب في عدم نجاحه في الفترة السابقة. صحيح يا شاذلي، وكان مهم جدا كمان إن احنا نبقى على دراية وعارفين إيه سبب هذا التأخير أو إيه العوائق اللي أدت لتأخير هذا المشروع. من أهم العوائق بمنتهى البساطة إنه المية كان لازم تمر من جبل جرانيت عرضه 20 متر وطوله 10 كيلو متر. ده اللي كان بيعطل وصول المية عبر مفيد توشكا لمساحات كتيرة جدا من الأراضي هناك. من هنا كانت توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة أي معوقات للمشروع، وبالفعل تم تفجير الجبل وأصبح مفيد توشكا بيوصل المية من ترعة الشيخ زايد وصولا لدلتا الصعيد. نيجي نتكلم بقى في التوقيت، فهو توقيت غاية في الأهمية. صحيح. مشروع مهم والتوقيت وإنتاجه إن يجي في هذا التوقيت توقيت مناسب للغاية، في أزمة عالمية خاصة بالسلع الغذائية، عشان كده في اهتمام كبير من الدولة بزراعة المحاصيل الاستراتيجية زي القمح والذرة والشعير. ده غير ان توشكا فيها اكبر مزرعة للتمور في العالم. كل ده بيجسد الارادة الحقيقية للشعب المصري اللي عنده استعداد انه يعمل اي حاجة في سبيل تأمين احتياجاته الزراعية، وده بالظبط اللي حصل في توشكا يا جمعة. صحيح يا شاذلي، يمكن كاميرا صباح الخير يا مصر كانت في زيارة لتوشكا تحديدا يوم 25 مارس، وانت كنت ضمن فريق العمل وقدرتوا ان انتوا ترصدوا يمكن نقاط كتيرة فعلا حاصلة على ارض الواقع، فهنستعرضها مع حضراتكم النهارده في حلقة صباح الخير يا مصر. مشروع مهم جدا لازم نفتخر، وكمان هأكد على كلام شاذلي فكرة التوقيت. يمكن زي ما انت قلت أزمة عالمية، العالم كله بيتكلم عن السلع الغذائية وسلاسل الإمداد، احنا دلوقتي فعلا في طريقنا ان احنا نحقق الاكتفاء الذاتي من القمح اللي هو سلعة استراتيجية في مصر، مش بس في مصر، في العالم كله. على اي حال هنتابع مع حضراتكم طبعا النهاردة زي ما قلت لكم هذه الزيارة، وهنتابع كمان زيارة صباح الخير يا مصر لتوشكا في حلقة النهاردة. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا، جمعة مباركة، صباح الخير يا مصر. دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم لليندا عشان تعرفنا على ايه اخر اخبار الطقس، العملات، اسعار الذهب النهارده. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير جوانا. صباح الخير شاذلي. الحقيقه جوانا في النهارده ارتفاع طفيف في درجات الحراره، امبارح القاهره سجلت 26، النهارده بتسجل 29، ولكن بالليل هتكون مائل البروده. بالليل امبارح كان هوا شويه. دي حقيقه، كان هوا ساقع. كان هوا ساقع فعلا. طب طمنينا بقى ايه اخر اخبار الجو ان شاء الله.
صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، وهنبتدي مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع بيسجل 18.59، أما الشراء فبيسجل 18.51. اليورو سعر البيع سجل 20.26، أما الشراء فسجل 20.16. الجنيه الاسترليني البيع سجل 24.28، أما الشراء فسجل 24.16. الفرنك السويسري البيع سجل 19.62، أما الشراء فسجل 19.52. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.88، أما الشراء فسجل 2.87. الريال السعودي البيع سجل 4.95، أما الشراء فسجل 4.93. الدينار الكويتي البيع سجل 60.96، أما الشراء فسجل 60.60. وأخيرا الدرهم الإماراتي البيع سجل 5.06، أما الشراء فسجل 5.03. وبالنسبة لأسعار الذهب، فعيار 18 سجل 951 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 1110 جنيه للجرام، عيار 24 سجل 1269 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 8880 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والجو هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفي النهاردة نشاط للرياح على أغلب الأنحاء هتمتد للقاهرة الكبرى. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 29، وأعلى درجة حرارة في أسوان 37، وأقل درجة حرارة في العريش 22. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية. الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد فجر امبارح منطقة توشكا، وشهد سيادة الرئيس بدء موسم حصاد القمح، وده في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة ليها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي ولزيادة الصادرات، ده غير إنها بتوفر آلاف فرص العمل في إطار نهضة تنموية شاملة. كمان امبارح سيادة الرئيس افتتح عدد من صوامع القمح عبر الفيديو كونفرنس في عدد من المحافظات. أيضا في نفس السياق، أمس قام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل لقاء موسع مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين، ده بعد جولة سيادته التفقدية لمنطقة توشكا. اللقاء شهد حوار مفتوح استمع فيه سيادة الرئيس للاستفسارات والشواغل بشأن أهم القضايا الداخلية والخارجية اللي بتهم الرأي العام، من بينها التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر، انعكاساتها على زيادة الأسعار، أيضا استراتيجية الدولة للتعامل مع هذه التداعيات، أيضا التحديات الداخلية الأخرى زي جهود مكافحة الإرهاب، الفكر المتطرف، والحفاظ على الهوية الوطنية. امبارح كمان أجرى سيادة الرئيس اتصال هاتفي مع الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا لتهنئته بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة. أكد سيادة الرئيس على العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وصربيا، وتطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة. طبعا بالإضافة لهذه الأخبار والأحداث المتعلقة كمان بالنشاط الرئاسي، كان في أخبار تانية مهمة، منها تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لقداسة البابا تودرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، أيضا الاجتماع اللي قام به الدكتور مدبولي لمتابعة عدد من الرفات عمل التعليم العالي والصحة، والتقرير اللي أصدرته وكالة فيتش واللي ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند بي بوزيتيف مع نظرة طبعا مستقبلية مستقرة. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعث ببرقية تهنئة لقداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد. كمان امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لبحث عدد من ملفات عمل التعليم العالي والصحة ومقترحات تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في المجال الصحي، وده في إطار سعي الحكومة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية في المستشفيات وتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في هذا القطاع الحيوي.
امبارح وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيفها للاقتصاد المصري عند بي بلس مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأعلنت المؤسسة الدولية عبر موقعها الإلكتروني التصنيف للاقتصاد المصري بدعم سجلها في الإصلاحات المالية والاقتصادية. كمان صندوق النقد الدولي توقع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ارتفاع نمو الاقتصاد المصري ل 5.9% بزيادة نسبتها 0.4% خلال العام الحالي. كمان امبارح في المحافظات كان في مجموعه من الاحداث المهمه، منها تنفيذ مشروع المحور المروري الجديد على النيل في الدهليه، وانطلاق الحمله التوعويه لمبادره تنميه الاسره المصريه في الشرقيه، واخبار اخرى من اسكندريه وغربيه وكمان من شمال سيناء. أخبار كتيرة مهمة ومتنوعة حصلت امبارح في المحافظات. البداية من الدقهلية، حيث بحث الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تنفيذ مشروع المحور المروري الجديد على النيل امتداد المشاية السفلية بالمنصورة، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من الدراسات والتصميمات اللازمة وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة للبدء الفوري في تنفيذ المشروع لخدمة أبناء المحافظة. امبارح استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي لكمال الأجسام ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي، وتمت مناقشة استعدادات إقامة بطولة دولية لكمال الأجسام خلال الفترة القادمة بالتزامن مع العيد القومي 70 لمحافظة الإسكندرية، وأكد المحافظ تقديم الدعم الكامل لإخراج البطولة بشكل مشرف أمام العالم. في الغربية، أكد الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي أنه تم تحقيق نسبة 94% من المستهدف ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المدارس، وتم فحص 98 ألف طالب حتى الآن من إجمالي 103 ألف من خلال 21 فريق طبي بفرع الغربية. في الشرقية انطلقت الحملة التوعوية لمبادرة تنمية الأسرة المصرية اللي بتتضمن القيام بورش عمل لتدريب الرائدات الريفيات، وأيضاً مشروع الادخار والإقراض الرقمي والعاملين بالمديريات الخدمية المعنية ببرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة السليمة. في شمال سيناء، كرم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم الطلبة الفائزين في المسابقة الإلكترونية اللي نظمتها إدارة التربية السكانية، وبلغ عدد الفائزين في المسابقة 35 طالب وطالبة من إدارات بئر العبد والعريش التعليمية. بعد ما تابعنا مع حضراتكم الأخبار اللي حصلت امبارح، خلينا نتابع كمان أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، منها افتتاح مشروعات خدمية وتموية في شمال سيناء بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وبدء صرف المعاشات في مكاتب البريد. كمان أهم الماتشات اللي هتتلعب النهاردة، كمان في ماتش مهم جدا وماتش الأهلي ورجاء البيضاوي المغربي في دور 8 من دوري أبطال أفريقيا، ده هيكون الساعة 12 بالليل، يعني الساعة 12 هذا الماتش هنتابعه. طبعا كان الأهلي فاز في ماتش الذهاب بنتيجة 2-0، فبالتالي التعادل 2-1 عفوا، فبالتالي يعني التعادل يكفي. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع على طول. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء هيفتتح عدد من المشروعات الجديدة بالتزامن مع انطلاق احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومي، وكمان هيتم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، ده غير افتتاح مجمع الصناعات الحرفية بالمساعيد اللي بيضم 48 ورشة مجهزة. النهاردة وزارة الأوقاف حددت موضوع خطبة الجمعة بعنوان العشر الأواخر وفقه الأولويات، وتم ترجمتها لعشرين لغة، وده في إطار دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي. كمان النهاردة هتبدأ الهيئة القومية للبريد صرف المعاشات للمستفيدين من خلال المكاتب وماكينات الصرف الآلي والسيارات المتنقلة. لعشاق كرة القدم الإفريقية موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهيلتقي الترجي التونسي مع وفاق سطيف الجزائري الساعة 11 بالليل. دلوقتي مشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر المستمرة مع حضراتكم لغاية الساعة 10 صباحا. فاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. يا
أهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. دلوقتي هنروح لليندا عشان تطمننا أكتر على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة النهاردة. اتفضلي ليندا. زي ما قلنا يا شاذلي من شوية في ارتفاعات في درجات الحرارة، والارتفاعات دي هتكون مستمرة معنا كمان الأيام اللي جاية. تعالوا نشوف التفاصيل. اتفضلي. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع إنه النهاردة في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وهيكون معتدل على السواحل الشمالية وحر على جنوب سيناء وشمال الصعيد. كمان الطقس هيكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائل للبرودة على شمال البلاد والحد القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بالليل. في النهاردة نشاط للرياح على أغلب الأنحاء هتمتد للقاهرة الكبرى. خلونا دلوقتي مشاهدينا نتعرف على تفاصيل أكتر من دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. يا دكتور، مع الارتفاعات اللي بتشهدها البلاد الأيام دي، عايزين حضرتك تطمنينا أكتر على حال الطقس اليوم. احنا الحمد لله اليوم بنشهد استقرار في الاحوال الجويه، طبعا في ارتفاع طفيف في درجات الحراره، درجات الحراره ترتفع عن الامس بحوالي من درجتين لثلاث درجات. اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى توصل ل 29 درجه مئويه، درجات الحراره بتكون حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام، لان احنا بنتاثر بكتل هوائيه قادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه، بسبب طبعا تاثرنا بكتل الهوائيه الجنوبيه الشرقيه من صحراء شبه الجزيره العربيه. فالطقس بيكون خلال فتره النهار ومع سطوع أشعة الشمس طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، معتدل على سواحلنا الشمالية، بيكون حار على محافظات شمال الصعيد، بيكون شديد الحرارة خلال فترة النهار على محافظات جنوب الصعيد. أما خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس بيكون في فرق كبير بين درجات الحرارة خلال فترة النهار وفترة الليل، بتوصل ل 14 درجة مئوية، والاجواء بتكون اجواء مائله للبروده خلال فترات الليل وخاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر على اغلب المناطق الموجوده في شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد، بتكون اجواء لطيفه على جنوب الصعيد طبعا خلال فترات الليل، وخاصه كمان ان بيبدا مع ساعات المساء وفترات الليل في نشاط للرياح على اغلب مناطق الجمهوريه. نشاط الرياح ده بيزود احساسنا اكتر بانخفاض درجات الحراره وبروده الطقس خاصه خلال فتره الليل. يمكن احنا هنستمر شويه في الارتفاع الطفيف في درجات الحراره، ومتوسط درجات حراره ما بين ال 29 لل 31 درجه مئويه على مدار الايام القادمه، لكن الاجواء تبقى مستقره رباعيه مائله للحراره خلال فترات النهار. النصيحه المهمه والاساسيه في الفتره دي، مفيش مشكلة خالص خلال فترة الليل ان احنا خلال فترة النهار ان احنا خففنا الملابس او ارتدينا ملابس حتى صيفية، لكن فترات الليل لسه الاجواء بتكون اجواء مائلة للبرودة او اجواء باردة خلال فترات الليل، فاحنا لسه معانا قطعة ملابس اضافية لما بنحس بانخفاض درجات الحرارة بنرتديها، يعني على الاقل ملابس نقدر نقول شتوية خفيفة، قطعتين ملابس خلال فترات الليل. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها كالعادة من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 29 والصغرى بتسجل 15، الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14، مرسى مطروح العظمى 23 والصغرى 13، سيوة العظمى 29 والصغرى 12، بورسعيد العظمى 23 والصغرى 15، دمياط العظمى 24 والصغرى 14، الإسماعيلية العظمى 30 والصغرى 14، السويس العظمى 29 والصغرى بتسجل 14. هنروح لعريش العظمى فيها 22 والصغرى 13، سان كاترين العظمى 27 والصغرى 12، طابق العظمى 33 والصغرى 20، شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 21، الغردقة العظمى 32 والصغرى 20، الفيوم العظمى 31 والصغرى 14، بني سويف العظمى 32 والصغرى 14، المنيا العظمى 31 والصغرى بتسجل 14. هنروح لأسيوط العظمى فيها 30 والصغرى 15، سوهاج العظمى 34 والصغرى 17، قنا العظمى 36 والصغرى 19، الأقصر العظمى 36 والصغرى 20، أسوان العظمى 37 والصغرى 21، الوادي الجديد العظمى 34 والصغرى 18، شلاتين العظمى 31 والصغرى 18، وأخيرا حلايب العظمى 29 والصغرى بتسجل 19. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لشاذلي وجمعنا عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا ليك يا لندن.
زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة، صباح الخير يا مصر. كان موجود في توشكا يوم 25 مارس اللي فات ونقل لحضراتكم كل التفاصيل الخاصة بالمشروع، الشغل اللي بيتعمل على أرض الواقع، الجهد الكبير اللي حصل عشان تتحول الصحراء والصخور لمساحات خضراء ومحاصيل زراعية لعدد كبير من السلع الاستراتيجية. خمسة وعشرين مارس اللي فات صباح الخير يا مصر كان موجود على أرض توشكا، وعرض لكم حلقة كاملة عن كل اللي بيحصل هناك، وكنا وسط زيارتين لسيادة الرئيس بنفسه. الأولى كانت في شهر ديسمبر اللي فات، أما التانية فكانت امبارح عشان يتابع بنفسه كل اللي بيحصل. كل زيارة بصورة مختلفة وبواقع كمان مختلف، والأجمل إن رجالة مصر بيحصدوا في رمضان وفي عز الحر شغالين، لكن هما في النهاية مش بيبنوا ولا بيعمروا لنفسهم، دول بيبنوا لبلدهم. يعني زي ما تابعنا مع حضراتكم في هذا التقرير، الحقيقة أنه يمكن زيارتين، واحدة في ديسمبر وزي ما تابعنا مع حضراتكم زيارة أمس، الفرق مش كبير، أربع شهور مش فرق كبير خالص، لكن اللي حصل خلال الأربع شهور وبيحصل الحقيقة بقاله فترة عشان نقدر نوصل لما شاهدناه أمس كان محتاج مجهود كبير جدا جدا حصل على أرض الواقع. ويمكن واحنا بنتكلم دايما على كل المشروعات وكل كل القطاعات اللي بتشهد تنمية، لما بنيجي نتكلم احنا دلوقتي بقينا بنرصد ما يحدث في هذه المشروعات، بنشوف اللي بيحصل لحظة بلحظة. كان زمان يا شاذلي ممكن نسمع عن مشروع زي ما حصل بالمناسبة في هذا المشروع كمان توشكا، واحنا بنتكلم على توشكا تحديدا، كنا بنسمع على مشروع توشكا ده من زمان جدا، يمكن جيل الثمانينيات والتسعينات اكتر هيكون متذكر ارض توشكا وهذا المشروع، لكن ما شفناش فيه انجاز بيحصل. كان فيه عوائق ولكن ما شفناش خطط تقدر ان هي تزيل هذه العوائق. مظبوط كلامك، المشروع كان مخطط ان هو يتم افتتاحه في 2022 وفق الخطه القديمه بتاعه التسعينات، فتوقف عدد كبير من السنين تقريبا 20 سنه وتم افتتاحه بالفعل في 2021، يعني في ظرف 3 سنين شغل بس تم افتتاح هذا المشروع، لانه فعلا كان في اراده سياسيه وان الشعب المصري فعلا كان عايز يعمل كده. انا كنت موجود في حلقه توشكا وشفت الناس وهي شغاله هناك عامله ازاي، بس عايز اربط مع حضراتكم نقطه مهمه جدا جدا جدا. امبارح سياده الرئيس زي ما شاهد بدايه حصاد القمح كمان تم افتتاح عدد من الصوامع. ليه بنعمل صوامع؟ عشان نخزن قمح، عشان محصول القمح بيزيد عندنا، انتاج القمح بيزيد عندنا سنه بعد سنه بيزيد. ما وصلناش الاكتفاء الذاتي بس كل سنه في تقدم. طب مشروع الصوامع ده ايه قصته؟ ده مشروع قومي بالمناسبه لانشاء حوالي 50 او 70 صوامع في مصر موزعين على المحافظات كلها. كنا قبل كده بنشون ازاي؟ في الشون. هدرها كان عامل ازاي الشون؟ يعني مثلا لو كنا بنخزن 9 مليون طن من القمح، الهدر كان عبارة عن 1,000,000 طن لمجرد ان احنا بس بنخزن في الشون. ده بالمناسبة تكلفته مليارات، وبعد الأزمة الحالية بالتأكيد تكلفته هتزيد، لكن نفكر في المشروع هنلاقي ان احنا ربطنا الاتنين ببعض، بننتج يا جمانة، بنزرع قمح، وعاملين الصوامع، صوامع حديثة بأحدث تكنولوجيا مستخدمة في العالم عشان نحافظ على القمح اللي بننتجه كمان. طيب ده كمان بيحسن من جودة القمح زي ما انت كنت بتتكلم يا شاذلي، وبتفرق بشكل كبير جدا فكرة الهدر والتعامل مع اصلا هذه الثقافة. ثقافة الهدر دي كانت بالنسبة لنا كنا بنتعامل معها على انها يعني ضرر وارد انه يحصل، فما كناش اصلا بنلقي ليه اي بال، لكن دلوقتي احنا فعلا بقينا مدركين لأهمية ان احنا نستفيد من كل مواردنا، بان ده جهد وفلوس وعرق ناس لازم نستفيد بكل ده، واحنا شايفين ما يحدث اصلا في ظل الازمه العالميه، وشايفين اصلا كمان ما يحدث تحديدا كمان في ملف البيئه اللي بالمناسبه هو مرتبط بشكل كبير جدا ووثيق ايضا بقطاع الزراعه، فهي نقطه مهمه جدا يا شاذلي. بكل تاكيد، واحنا في حلقه صباح الخير يا مصر كمان يا جمانه استعرضنا مع حضراتكم المجهود اللي تم في زراعه القمح وتوفير البنيه التحتيه وازاله كل العوائق اللي كانت موجوده، واتكلمنا كمان مع المسؤولين عن المشروع وازاي قدرنا ان احنا نزرع مساحات كبيره من القمح بجودة وكمان إنتاجية عالية. توشكا الخير مش مجرد مشروع استصلاح لأراضي زراعية، هو في الأساس بيجسد الإرادة الحقيقية للشعب المصري اللي عنده استعداد يعمل أي حاجة في سبيل تأمين احتياجاته.
هو مشروع بيعيد للمصريين حلم تحقيق أمننا الغذائي بزراعة محاصيل استراتيجية مهمة زي محصول القمح والذرة والقطن، وفي المستقبل القريب إقامة العديد من الصناعات التكاملية. دلوقتي وعلى امتداد البصر هتلاقي أرض توشكا تحولت من رمال وصخور إلى مساحات ضخمة من المزارع الخضراء بعد قرار سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة إحياء فكرة مشروع الدكتور كمال الجنزوري. تم تكليف الشركة بالاشتراك مع الهيئة الهندسة للقوات المسلحة والشركة الوطنية للمقاولات في إعداد وتجهيز الأرض وتوصيل المرافق وشق الترع، لحد ما بدأنا الحمد لله بداية أول زراعة 1/11. طيب يعني قعدنا 3 أشهر بس إعداد وجهزنا 25,000 بدل وزرعنا ومفيش 3 شهور تانيين تقريبا ولا 4 شهور تانيين، وكنا بنحصد في 15 أبريل الحمد لله، وكان حصاد إنتاج عظيم جدا الحمد لله. النهارده بقى عندنا 63,000 فدان مزروع بالقمح، والموسم الجاي هيوصلوا 400,000 فدان، وده ما كانش ممكن يحصل غير بأيادي شباب مصريين وعزيمة ما تعرفش كلمة مستحيل. مفيش مشروع زراعي ناجح من غير توفير المية، وكان السبب الرئيسي في تعطيل مشروع توشكا السنين الكتيرة اللي فاتت هو جبل الجرانيت، وده كان اللي بيعطل وصول المية عبر مفيد توشكا إلى مساحات كتيرة من الأراضي. ومن هنا كانت توجيهات سيادة الرئيس بإزالة أي معوقات للمشروع، وبالفعل تم تفجير الجبل، وأصبح مفيد توشكا بيوصل المية من دلة الشيخ زايد وصولاً لدلتا الصعيد. المشروع مع تطور الوقت خلال السنين اللي فاتت، خلال 28 سنة اللي فاتوا، قابلته عوائق كتيرة. كان أهم عائق فيها هو العائق الصخري على فرع 4، ده كان عبارة عن جبل بطول 10 كيلو وقف تطور المشروع. إمكانيات الهيئة الهندسية وخبرات وزارة الري تكاتفوا سوا عشان خاطر نقدر نفجر العائق الصخري اللي هو 10 كيلو على فرع 4، وبالفعل الحمد لله فجرناه وشقينا الترعة فيه وبطلناها، ودلوقتي بنكمل بقية المشروع. عشان محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، الدولة بالمناسبة بتزرعه بنظام الزراعات التعاقدية. يعني ايه؟ بتروح للمزارع قبل ما يبتدي ان هو يزرع الارض بتاعته ويتفقوا مع بعض على القمح، انت هتاخد كذا، هناخد منك الاردب بكذا، وهتعمل 1 2 3 وهنتابعك باستمرار. دي ميزة بالنسبة للمزارع، بيكون مطمن، بيكون عارف ان محصوله بالفعل هيتباع، والدولة في نفس الوقت بتهتم وبتتابعه بقى كل شوية عشان تعرف نظم الري عامله ازاي، استخدم، لان هي في النهايه اللي هتاخد المحصول ده. صحيح يا شاذلي، كمان احنا امبارح تابعنا طرق حصاد القمح، شايفين معدات متقدمه، شايفين تكنولوجيا متقدمه، شايفين انه في دراسه حاصله، مش مجرد الارث او الطريقه اللي احنا كنا متعودين ان احنا نحصد بيها القمح، لانه فعلا في استراتيجيه، في توجه للحفاظ على كل نقطه ميه، للحفاظ على كل حبه غله، لاستغلال كل شبر موجود، ان كانت مش بس الاراضي الزراعيه ولكن ايضا الاراضي الصحراويه. وزي ما كنا دايما حافظين زمان كده الخروج من الوادي الضيق إلى الوادي الواسع واستغلال الأراضي واستزراع الأراضي الصحراوية، ده اللي احنا شايفينه بيحصل دلوقتي. الحقيقة مشروع توشكا مش فقط متعلق بزراعة القمح، لا أبدا، في زراعات كتير جدا جدا حسب نوع التربة وحسب ما تحتمل التربة وحسب كمان هذه التربة تقدر تنتج إيه من المحاصيل بجودة عالية جدا. كمان كان في ميزة مهمة جدا هي الاهتمام بكل التفاصيل الخاصة بالتربة، البحث العلمي كمان ده من خلال استعانة بخبرات ومتخصصين عشان نتأكد أن التربة صالحة للزراعة، مش فقط صالحة للزراعة لكن إيه المحاصيل اللي ممكن نزرعها. الحقيقة كمان أنه كان من بين المحاصيل دي هي التمور، عشان كده توشكا بقى فيها أكبر مزرعة تمور في العالم. يعني خلينا أقول لحضراتكم أن احنا دلوقتي موجود 1,350,000 نخلة، وخلال شهور قليلة أو على آخر السنة المفروض أن هي توصل 2,300,000
نخلة، ودي أكبر مزرعة تمور في العالم، تمور بجودة عالية جدا، تمور كمان تمور قيمة وأنواع من اللي بتكون مطلوبة للأسواق الخارجية. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع على طول. في أي أرض بيتم استصلاحها لازم بيتعمل لها دراسات اسمها خريطة ملائمة التربة للزراعة. عشان كده في توشكا تم الاستعانة بخبرات علمية ومتخصصة في دراسات التربة وحصر الأراضي عشان نتأكد إنها صالحة للزراعة وتحقق إنتاجية عالية من المحاصيل. ونتاج ده بنشوفه دلوقتي في تحويل الصحراء إلى زراعات خضراء. الحقيقة المشروع هنا مشروع يعني يعتبر من أهم المشاريع التنموية في مصر. إحنا هنا بناخد طاقة إيجابية، يعني ريت الناس يعني كل الناس تيجي تشوف مشروع زي كده، يعني قد إيه نشوف الطاقة الإيجابية اللي الناس هتاخدها، وقد إيه نشوف إحنا شغالين قد إيه وإحنا وصلنا قد إيه. مشروع شغال، مشروع منتج إنتاج عالي، وكل ما بنيجي ننفذ منطقة جديدة أما بنشوف التنفيذ في المنطقة دي، ده بيدينا دافع شديد جدا ان احنا نكمل وان احنا يعني نتفانى في الشغل بتاعنا. وعشان توشكا فيها اكبر مزرعه تمور في العالم، بنتكلم عن 1,350,000 نخله، وفي نهايه السنه هيكونوا 2,300,000 نخله. كان لازم انها تعتمد على اهم تكنولوجيا تتعلق بالتحول الرقمي، يعني كل نخله موجوده في مزرعه النخيل بيكون ليها كود ومعلومات وبيانات فيها كل الارقام الخاصه بمستوى الانتاجيه وجوده التمر، واللي بيعتبر من أفضل التمور اللي مطلوبة عالمياً في الأسواق التصديرية. هي مصر الأولى عالمياً في إنتاج كمية التمور المنتجة. الحمد لله رب العالمين، يعني كان أمل لينا إن إحنا ندخل بعض الأصناف صنف أو اتنين، ولكن الحمد لله رب العالمين القيادة السياسية يعني أبهرتنا باتخاذها للقرار ودخلت لنا أصناف ممتازة وبكميات وفيرة ننافس بيها الدول المنتجة والأسبق مننا في الإنتاجية عالمياً. عالمياً إحنا الأول في الإنتاج، لكن للأسف مش في التصدير. عشان كده في اهتمام كبير في المشروعات الكبيرة زي توشكا وغيرها بزراعة نخيل منتج لتمور مطلوبة للتصدير زي المجدول والبرحي وغيرها. مش بس كده، في اهتمام كمان بالاستفادة من كل نقطة مية ومن عناصر التربة. فهتلاقي محيط كل نخلة اللي هو مساحته 2 متر مربع مزروع زراعة تحميلية. تيجي تحسبها 2 متر مربع في 2,300,000 نخلة، يعني إجمالاً هتلاقي عندنا ما يزيد عن 1,000 فدان مزروع. من الحاجات اللي كانت مهمة جدا في هذا المشروع عمل الدراسات عشان لا نضيع فلوس ولا نضيع وقت ولا نضيع مجهود الناس كمان اللي بتشتغل هناك، ولا نعشم الناس ان في مشروع وفي الاخر ما يحصلش حاجة. لا، في دراسات مهمة جدا اتعملت على التربة وتم تخصيص أرض هتزرع بالقمح، أرض تانية هتزرع بالنخيل زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا. كل ده كان مخطط ومدروس وفق طبعا أبحاث علمية مهمة جدا. حاجة من ضمن الحاجات اللي تابعناها في خلال هذا التقرير ولفت انتباه هي أنه كل نخلة ليها كود، ليها باركود زي ما حضراتكم شفتوا كده من خلال هذا التقرير. ليه؟ كل نخلة بنتابع النخلة دي جاية منين، الفسائل بتاعتها فين، لو النخلة دي كان فيها مشكلة. قديما كان ايه ممكن يحصل؟ كنا ممكن يدخل المهندس، يدخل مهندس الزراعي الجمانة، يدخل يدور على النخلة اللي فيها مشكلة، اللي فيها سوسة، اللي فيها معرفش ايه، فيقطع مثلا منها حاجة عشان يعلمها. يجي بعد كده عشان ينزل النخلة مش هيعرف يلاقيها تاني، لكن دلوقتي بالباركود بيروح داخل عارف كل التفاصيل عن النخلة وعن انتاجيتها. صحيح، يمكن الخطوة دي احنا شفناها كمان في يعني في محافظات مختلفة يا شاذلي. يمكن زي ما احنا بنتكلم احنا تابعنا بشكل مفصل ما حدث امس وتفاصيل ما حدث امس من زيارة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوشكا ومشروع توشكا وبدء حصاد القمح. لكن النقطة اللي حابة أكد عليها هي الأيديولوجية، القيادة السياسية، طريقة التفكير، الاستراتيجية اللي احنا ماشيين بيها. ليه بأكد عليها؟ لأنه منتهى البساطة ممكن مشروع يحصل ونقدر ننفذه ونقف هنا، لكن طول ما هذه الثقافة موجودة
وطول ما هذه الايديولوجيه موجوده يبقى هنلاقي بدل المشروع 100 مشروع. مشروع توشكا هو مش المشروع الوحيد، في مشروع اخر كمان، يعني توشكا في صعيد مصر، في عندنا مشروع اخر الدلتا الجديده وجه بحري. احنا مش بنتكلم بس في مشروع في قطاع بعينه، لكن احنا بنسير على التوازي في كل القطاعات بنفس الوتيره، وده لو هنحط له عنوان عريض هنقول ان هو ايديولوجيه واستراتيجيه القياده السياسيه في ان احنا نقدر نصل بمصر لبر الامان، نقدر ان احنا مش بس نحقق اكتفاء ذاتي وان احنا نقدر نخرج ونقدر نحقق نفسنا، لا احنا عايزين نواكب كمان الدول الكبرى، وده اللي احنا بنحاول نعمله. على اي حال خلينا نروح لخبر اخر وايضا متعلق بحصاد القمح. امبارح تم بدء موسم حصاد القمح في الوادي الجديد على مساحه 342 الف فدان. اغلب المساحات دي كانت موجوده في منطقه شرق العوينات، في اجراءات كتيره جدا لتسهيل عمليه استلام وتوريد المحصول من المزارعين. الحمد لله بدأنا موسم القمح إن شاء الله بنهيب بالسادة المواطنين، ونتمنى نسبة التوريد المستهدفة في الوادي تقترب من 750 إلى مليون طن إن شاء الله السنة دي، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية وبقية المستثمرين وصغار المزارعين في الوادي الجديد من أول فرافرة لغاية العوينات. عملنا حوافز لصغار المزارعين 15 فدان فأقل، يعني عملنا مثلا بالتعاون مع رجال الأعمال عمرة، وعملنا سلع معمرة، وعملنا بنات مواد تموينية، وتخفيض في الأسعار الإيجار من صندوق الأراضي، شوية مميزات كده لصغار المستثمرين، والمستثمرين الكبار طبعا نسبة توريدهم بتبقى أعلى من 90% و95% إن شاء الله. نجحت محافظة الوادي الجديد في زراعة 342 ألف فدان من القمح، وبدأت عمليات الحصاد، وحاليا إجاري عمليات التوريد للصومعتين، سواء صومعة شرق العينات ودي ساعتها حوالي 60 ألف طن، وصومعة الخارجة وساعتها 45 ألف طن. طبعا بنتوقع إن شاء الله العام القادم إن احنا نتخطى المليون طن، وخصوصا بعد إن شاء الله بإذن الله تعالى لما نزرع مساحات أكبر من القمح. وأيضا سيد محافظ صرح إن هو بإذن الله تعالى هيتم تحفيز المزارعين على زيادة مساحتهم في القمح، سواء بتوفير التقاوي مجانية، برضو أيضا تخفيض في القيمة الإيجارية للأراضي المملوكة طبعا لصندوق المحافظة، في توفير حوالي 700 فدان تقاوي إرشادية للوادي الجديد، ودي من أكبر الحصص على مستوى الجمهورية. يعني المزارع بيستنى النهاردة التقاوي الإرشادية مش عشان هي بلاش، عشان الجودة وعشان الإنتاج العالي. حقيقة أثروا في كمية الإنتاج وزيادة الإنتاج، وخاصة عندنا احنا ثلاث أصناف جدد مميزين، بالنسبة للمصري ثلاثة، وبالنسبة للبني سويف سبعة، وسخة 95. الموسم الحصاد بدأ الحمد لله، وبدأ وإنتاجية الفدان أو الزمام البير تراوح من 120 ل 150 فدان، إنتاجية الفدان من 15 ل 20 أرداب، الحصاد منتظم، وعملية التوريد يعني متوالية على طول، الكل بيحصد بيورد على طول. برضو ما ننساش ان احنا نشكر قطاع الارشاد بمديرية الزراعة ان وفرنا تقاوي، والتقاوي عالية الانتاج، وكنا بنعاني من بعض الاصناف في عملية الفرط. حاليا الاصناف الجديدة دي هي ممتازة، ما فيش عملية فرط خالص، وكمان بنشكر المسؤولين في بلدنا خصوصا في قطاع الزراعة لان وفرنا موضوع التقاوي. دلوقتي هنتابع مع حضراتكم ملخص اللي حصل في امبارح في الحلقات رقم 20 لمسلسلات رمضان، واللي كان فيها بكل تأكيد أحداث كتيرة وتفاصيل مهمة هنعرفها من خلال هذا التقرير. الحلقات العشرين من مسلسلات رمضان كان فيها أحداث كتيرة امبارح. البداية من مسلسل الاختيار اللي جت حلقته العشرين باسم قبائل سيناء،
وشهدت بحث وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي معالجة مشاكل الدولة من جذورها، وداخل اللقاء مع أحد لواءات الجيش اللي بيخبره بأنه على اتصال دايم بأحمد عبد العاطي مدير مكتب محمد مرسي لتسليم وتقديرات الموقف بشكل شخصي. بيؤكد الفريق أول عبد الفتاح السيسي أن مرسي لابد أن يكون على دراية بكل التفاصيل والمحددات اللي بتشكل الموقف العام في الدولة، وأن الوضع محرج جداً مش بس في مصر ولكن في الإقليم كله. الموضوع خطير، وإحنا علاقتنا بكل الدول الشقيقة لابد إنها تكون متوازنة، ومصر ما بتتدخلش في أي شؤون داخلية لأي بلد، ولا يمكن أبداً إنها تتورط في أي صراعات عرقية أو طائفية أو أي محاولات لتغيير أنظمة أو تصدير ثورة. وبيكمل الفريق أول عبد الفتاح السيسي وبيقول إحنا واجبنا أننا نقدم لرئيس الجمهورية تقديرات الموقف زي ما اتفقنا معاه، ونخليه دايماً على علم بكل الأمور. لازم يبقى فاهم أن التحديات اللي بتواجه مصر دي محصلة سنين طويلة بتزيد عن 50 سنة، والمشاكل كانت بتتعالج بشكل مؤقت. إحنا لو عايزين نحل لازم المشاكل تتعالج من جذورها، والأمر ده بيتطلب حشد لكل قوى الدولة والمجتمع. سيادة الرئيس لازم يبقى فاهم إن التحديات اللي بتواجه مصر دي محصلة سنين طويلة، يمكن تزيد عن 50 سنة، والمشاكل دي كانت بتتعالج بشكل مؤقت. إحنا لو عايزين نحل يا فندم لازم المشاكل تتعالج من جذورها. صحيح، والأمر ده بيتطلب حشد لكل قوى الدولة والمجتمع. معاك حق يا فندم، وده اللي أنا دايماً بحاول أنقله وأبلغه. في الحلقة 20 من مسلسل العائدون بيتلقى الضابط عمر تعليمات من الضابط نبيل بالتحرك، لأن وصلته معلومة أن قناص داعش صقر جيل البلد الموجود بيها عمر ونادين لتنفيذ مهمة تخريبية للتغطية على دخول عناصر داعش قبل انتقالهم لمصر وأماكن أخرى. وبدأ عمر بالفعل التحرك، وقابل الضابط المصري هناك هشام وطلب منه مراقبة المخابئ التابعة لجماعة إيزاك، لأنه الشخص الوحيد اللي ممكن أن يلجأ ليه كمال أقطاي لهذه المهمة. وأيضاً راح عمر لمقابلة ضابط الاتصال بالجهاز التابع لهذه البلد، وفوجئ بأن الضابط رفض التعاون وقال مش هنتدخل في حربكم، وإيزاك دبلوماسي محترم لدولة علاقتنا بيها جيدة جداً. وأنهى ضابط الاتصال المقابلة وقال له على فكرة مفيش قناص بيصيب من مسافة 1500 متر، فرد عليه عمر وقال له عندنا بيصيب من 3000 متر. على فكرة ما في قناص بيصيب عن 1500 متر. لا، في عندنا بيصيب على 3000 لو عايز. شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل فاتن أمل حربي إصابة بنت فاتن أو نيلي كريم بحالة مرضية، وده اللي اضطر فاتن أن هي تتصل بشفيع أو محمد التاجي لمساعدتها. دخلت بنت فاتن المستشفى، وبعد الكشف والأشعة المقطعية تبين أنها بتعاني من تشنجات بسبب وجود كيس على المخ، ولازم يعملوا رنين مغناطيسي بالصمغ في اليوم التالي للتأكد إذا ما كان الكيس ورم بالمخ ولا لا. وبعد سماع فاتن الحديث ده فقدت الوعي ودخلوها غرفة تانية بنفس المستشفى. الأشعة المقطعية بينت إن في كيس على المخ، لازم الصبح تعمل رنين مغناطيسي بالصبغة عشان نعرف نوع الكيس ده إيه بالظبط. يعني إيه دكتور؟ يعني لا قدر الله ده ورم ولا أي حاجة تانية. الحلقة 20 من مسلسل في بيتنا رابط شهدت العديد من الأحداث. دخل يوسف أو هشام جمال ولذيذ للبيت بعد صلاة الجمعة، ووجدوا الطفل زياد موجود في المنزل مع سارة، وأخبرته سارة إن أختها اضطرت إن هي تسيبه معاها عشان عندها موعد مهم. خرج زياد يلعب في الحديقة وبرفقته زومبا، وفي نفس اللحظة دخل سامح منافس يوسف وقام بخطف زياد من حديقة المنزل. بص أنا معايا إيه؟ في منها عربية مليانة برة. تعال يلا نروح ناخدها. بدأت أحداث الحلقة 20 من مسلسل الكبير قوي بذهاب الكبير أو أحمد مكي مع هاجرس للمقهى للتحدث على قناة هاجرس عن المساواة اللي أعطاها لسيدات المزاريطة وحقوقهم. وبعد كده الكبير بيروح الدوار وبتطلب منه زوجته مربوحة أو رحمة أحمد إن هي تخرج من محبسها وإن هي هتسمع كل كلامه، لكن بنكتشف إن ده مخطط من تدبير والدة الكبير سامانتا أو ليلى عز العرب. بعد كده بيكتشف الكبير إن مربوحة خدت كل ملابسه علشان تنظفها، ومفيش غير جلباب واحد لونه بينك، وبينزل الكبير علشان يلاقي كل رجال المزاريطة لابسين نفس الجلباب، وبيتم إبلاغه إن جميع سيدات المزاريطة عايزين المساواة وعايزين يدخلوا مركز الشباب. إحنا عمرنا ما شفنا إن الراجل أحسن من الست. ده مش صحيح. الستات بالنسبة لنا هم الحنان.
هي الحاجة الحلوة اللي بتحلي مرض الأيام والدنيا بتصبرنا على الشقة. أقولكوا على التقيلة المساواة بين الراجل والمرأة كذبة. أيوة كذبة. إحنا ما ينفعش نتساوى، إحنا مختلفين، والاختلاف ده مش معناته إن حد أحسن من حد، لا، بس بنكملوا بعض. الراجل ربنا أعطاه قوة، لو سط دراعه في الحيط يفوته الناحية التانية، وهو هو نفس الدراع لو تلافى عيل صغير دقيقتين يخدن مني. إحنا بنكملوا بعضينا. الراجل من غير ست ما يسواش. كيف ما بيقول المثل عندنا، التعبان عمره ما يقرص وليفته. دلوقتي ميعاد موجز الأخبار مع ليندا، تفضلي يا ليندا. شكرا شاذلي. التاسعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، مشدداً على ضرورة ضبط النمو السكاني حتى يشعر المواطنون بتحسن اقتصادي. وخلال لقاء موسع عقده مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكا بجنوب الوادي في محافظة أسوان، أشار الرئيس السيسي إلى أن صندوق النقد الدولي أكد أن 143 دولة في العالم ستتأثر اقتصاديا جراء الأزمات، مشددا على أن معدلات النمو الاقتصادي في مصر كانت إيجابية حتى في ظل أزمة كورونا. وعن الاحتياطات الاستراتيجية للسلع، أشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة حرصت منذ 2017 على أن يكون احتياطي السلع الأساسية كافيا لمدة 6 أشهر، ولذلك رصدت الموارد المالية اللازمة لتحقيق ذلك الهدف ومجابهة أي تحديات وأزمات محتملة بالسوق المصرية. وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، شدد الرئيس السيسي على أن تداعيات الأزمة لها تأثير كبير جدا على الأوضاع الاقتصادية في العالم أجمع، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لمواجهة تلك التداعيات وأن اهتمامه في الوقت الحالي ينصب على ضمان عمل كل مصنع في مصر بالكفاءة المطلوبة. وحول المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أكد الرئيس السيسي أن الدولة مستمرة في تنفيذ المبادرة التي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية لقرابة 60 مليون مواطن، مشددا على تمسكه بتلك المبادرة وتوفير جميع الموارد المالية اللازمة لتنفيذها. أعربت مصر عن بالغ إدانتها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدرسة ومركزا تعليميا بالعاصمة الأفغانية كابول، فضلا عن مسجد بمدينة مزار شريف وآخر بقندز، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. وتقدمت مصر في بيان عن وزارة الخارجية بخالص التعازي إلى أفغانستان وأسر ضحايا العمليات الإرهابية الغاشمة، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين. هذا وتؤكد مصر مجددا أهمية تضافر كافة الجهود من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لبحث عدد من ملفات تنفيذ المشروعات القومية بوزارتي التعليم العالي والصحة، وتناول الاجتماع مقترحات تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في المجال الصحي في إطار السعي للارتقاء بجودة الخدمات الصحية في المستشفيات، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في هذا القطاع الحيوي. واستعرض الاجتماع موقف تطوير معهد ناصر في ضوء التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل للمعهد، وكذلك الجهود المبذولة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار. وفيما يتعلق بملف التعليم العالي، تناول الاجتماع منظومة متابعة المشروعات القومية بالوزارة والموقف التنفيذي للجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية. أصدرت النيابة العامة 4 إجراءات جديدة في إطار تطبيق منظومة التحول الرقمي، وذلك تيسيرا على المواطنين من ذوي المحكوم عليهم للحصول على تصاريح بزيارة المحكوم عليهم زيارات غير عادية بالسجون، والسماح بانتقال موثقي الشهر العقاري للسجون والليمانات لتوثيق التوكيلات من المحكوم عليهم بكافة أنواعها، أو لإبرام أي تصرف آخر منهم مما كان يكبد ذوي الشأن المشقة والعناء.
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده بحاجة إلى 7 مليارات دولار شهرياً لتعويض الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها جراء الحرب الروسية. وأضاف زيلينسكي أن المجتمع العالمي عليه استبعاد روسيا على الفور من المؤسسات المالية الدولية، كما حث الرئيس الأوكراني جميع الدول على قطع العلاقات مع موسكو على الفور، مؤكدا أن الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود أوقف صادرات أوكرانيا ما أثر على الأمن الغذائي العالمي. شددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا على ضرورة منح المساعدات المالية لأوكرانيا على شكل تبرعات قدر المستطاع وليس على شكل قروض، منعا لتراكم ديون كبيرة على كييف من شأنها تعقيد التعافي بعد الحرب. وأشارت كريستالينا جورجييفا إلى أن السلطات الأوكرانية ستجد نفسها بعد الحرب أمام فاتورة باهظة من أجل إعادة أعمار البلاد، محذرة من تراكم مزيد من الديون عليها، بالإضافة إلى ما تتحمله بالفعل من التدهور الكبير للأجور والزيادة الكبيرة في النفقات. أعلنت وزارتا الخارجية والصحة الفرنسيتان أن باريس سترسل أكثر من 28 طنا من معدات الطوارئ الطبية إلى أوكرانيا، وتشمل الشحنة وفقا لما أعلنته الوزارتان مولد أكسجين وأكثر من 50 جهاز تنفس وما يزيد عن 4.5 أطنان من الأدوية، فضلا عن مولد كهربائي عالي السعة. وأضافت الوزارتان أن هذه الشحنة تؤكد تضامن فرنسا ومستشفياتها ومجتمعاتها المحلية وشركاتها تجاه الشعب الأوكراني. نهاية موجز التاسعة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. نرحب بحضراتكم من جديد. النهاردة 22 أبريل وفي هذا التوقيت بيحتفي العالم بالذكرى 52 ليوم الأرض. الحملة السنة دي شعارها استثمروا في الكوكب، وبتهدف لنشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية. يحتفل 1 مليار شخص في 192 دولة اليوم بالذكرى 52 ليوم الأرض، وتركز حملة هذا العام التي تأتي تحت شعار استثمروا في الكوكب على إيجاد حلول أسرع لمكافحة تغير المناخ، إضافة لتشجيع الجميع حكومات وأفراد وشركات على القيام بدورهم ونشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض وإبراز القضايا البيئية كإحدى القضايا الأساسية في الكوكب. وساعدت الاحتفالات الماضية بيوم الأرض على تزايد الاهتمام بالمناخ ووضع تشريعات في جميع أنحاء العالم لحماية البيئة وإنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض. وبهذه المناسبة نشرت وكالة ناسا صورتها الأيقونية للأرض من القمر، كما تم اختيارها هذا العام لتكون شعاراً في احتفالات يوم الجمعة بيوم الأرض. النهارده هيكون في سهرة كروية، هنتابع مباراة الأهلي اللي هتبدأ بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، مباراة حاسمة مع رجاء المغربي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا. بإذن الله تكون بوابة الأهلي اللقب 11. إزاي هيفكر موسيماني في هذه المباراة من أجل الحفاظ على نظافة شباكه وضمان كمان التأهل؟ خلونا نعرف التشكيل المتوقع. معانا على التليفون أستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي. أستاذ طارق صباح الخير. صباح الخير يا استاذ شاذلي، صباح الخير يا استاذ جمانة، وصباح الخير على كل المشاهدين وكل صوت طيبين. يا اهلا بحضرتك وانت طيب. الاهلي مستعد لهذا اللقاء؟ ده اكيد ان شاء الله مستعد استعداد قوي جدا. طبعا الاستقبال بتاع البعثه كمان استقبال هايل للنادي الاهلي، مركز موسيماني طبعا عارف اهميه المباراه وعارف قوه المنافس ودارس ثغراته كويس بعد اللقاء الاول. اعتقد ان النادي الاهلي النهارده ان شاء الله راح يحتفل جميعا بصعوده الى الدور القادم ان شاء الله باذن الله. طيب يعني قبل ما نبدا مع حضرتك في النقاط التكتيكيه ونتكلم عن اللقاء، اتمنى الاول على اخر اخبار المعسكر.
الهلم طبعا امبارح يعني التدريب الرئيسي على ملعب المباراه دائما يعني الفرقه بيبقى لها حق ان هي بتعمل التدريب الرئيسي عشان بيبقى في دايما احساس بالملعب ارضيه الملعب بيبقى في جمل تكتيكيه المدير الفني عايز يعملها طبعا بيفتح لوسائل الاعلام حوالي 15 دقيقه وبعد كده بيبقى تدريب مغلق المعسكر طبعا كابتن محمود الخطيب هو رئيس البعثه استقبال طبعا من رئيس بعثه يعني رئيس نادي الرجاء اتصالات مستمره تنسيق مستمر المعسكر هادي جدا الفرقه مركزه قافله على نفسها بحيث ان هي النهارده ان شاء الله تعمل مباراه قويه جدا حتى يعني تصريحات محمد الشناوي كابتن الفريق او نجم الفريق امبارح على وجود الجمهور النادي الاهلي طبعا نادي كبير متعود على عدد الجماهير الكبيره جدا اللي بتحضر هذه المباريات فاكد على كده واكد على ان النادي الاهلي دائما لا يخشى من وجود اي جمهور لانه طبيعي هو واخد قبل كده على وجود جمهوره كحافز ليه وواخد على الضغط الجماهيري فالحقيقه النهارده الفرقه كلها نفسيا وعصبيا وبدنيا ان شاء الله تكون جاهزه لهذه المباراه المهمه وخاصه ان الحمد لله ما فيش اي اصابات وحتى المسحه يعني مسحه كورونا طالعه سلبيه كلها وفي دكتور طبعا دكتور احمد ابو عبله واللي قام بيه مع السيده المغربيه عامل رد فعل يعني قوي جدا في المغرب لدرجه تم تكريمه من عائله هذه السيده فالحقيقه الاجواء كلها اجواء كرويه جاهزه لهذه المباراه والنادي الاهلي ان شاء الله يقدم مباراه قويه جدا. ان شاء الله كلمت عن نقط مهمه قالها الشناوي امبارح في المؤتمر الاستقبال كان استقبال حافل وفي نفس الوقت حتى لو كان في جمهور وهيكون في ضغط كبير على النادي الاهلي لكن هم في النهايه 11 لعيب قدام 11 لعيب وجمهور مش هينزل الملعب والاهلي متعود زي ما حضرتك قلت على مثل هذه المباريات ازاي الاهلي هيقدر يمتص حماس لعيب الرجاء في اول ربع ساعه من المباراه هي دائما شاذ اول ربع ساعه في المباراه بتبقى بين فرقتين جس نبض دايما يعني طبعا الرجاء عايز ينزل ضاغط على اساس ان هو يحرز هدف مبكر في شباك الاهلي يستعيد به المباراه والاهلي هيبقى متحفظ في اول ربع ساعه بعض الشيء لكن هو اكيد هيبقى من فكر موسيماني ان هو لما بينزل ضاغط على الفرقه المنافسه ويرجعها عن الخط 18 بتبقى دايما بيبقى في نوع من الضغط الاكثر على المنافس طالما الوقت بيمر اول ربع ساعه هو اعتقد ان هو مجهز نفسه ان هو مش هيقفل دفاعاته بقدر ما يضغط على فرقه الرجاء ان هي ما تحاولش تهاجم او تحاصر النادي الاهلي في منطقه في نص ملعبه او في منطقه ملعبه فبالتالي هو هيعتمد على اجنحه طبيعي يعني هو حسب التشكيل اللي جاي حسين الشحات واحمد عبد القادر ومع محمد شريف قدام مع الثلاثه في نص الملعب ثلاثة طبعا بتتغير ادوارهم ما بين الدفاع والهجوم اللي هو اليو ديانجو وحمدي فتحي وعمرو السوليه وعمرو السوليه هنا ليه دورين دور دفاعي ودور هجومي بالاضافه طبعا الاربعه اللي احنا متعودين عليهم طبعا مع عوده علي معلول والمهام اللي هو هيكلف بيها هجوميا او دفاعيا فبالتالي اول ربع ساعه ديت بيبقى فيه ضغط متبادل ما بين الفرقتين لان طبعا الرجاء عايز يستعيد بسرعه المباراه بعد طبعا هزيمته 2-1 في القاهره، الاهلي هيبقى متحفظ دفاعيا بعض الشيء على اساس ان هو ما يخشش فيه جون لكن الضغط الهجومي زي اللي احنا بنقول عليه اللي هو خير وسيله للدفاع هو الهجوم ان انت طالما بتستحوذ على الكوره وبتبدا تعمل باص سليم وتنقل الكوره هجوميا بشكل كويس ده هيبدا يخلي الفرقه تبدا تعمل طيب في النقطه دي يا استاذ طارق يمكن تخف الضغط عنك في النقطه دي تحديدا لو بصينا للماتش الذهاب هنلاقي انه صحيح الاهلي طبعا فاز 2-1 لكن كان في يعني ضيع فرص كتير يعني ضيع حوالي 4 أهداف مؤكده فده مش صحيح. يمكن ياخدنا شويه او ياخد موسيماني انه يفكر ان هو بالعكس يحافظ على الدفاع اكتر من انه يهاجم جمانه كلك يعني صحيح اللي انت بتقوليه الاهلي ضيع اهداف الاهلي كان عنده مشاكل في الباص كتير في الفينش بتاع انهاء الهجمه لكن لو الاهلي دافع فقط الرجاء يبدو ان احنا فقدنا الاتصال مع الاستاذ طارق رمضان ناقد رياضي طبعا واحنا بنتكلم يعني كلنا طبعا بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي نادي الاهلي قدم مباراه جيده في ماتش الذهاب حقيقي ان هو قدر يفوز على الرجاء بنتيجه 2-1 لكن زي ما كنا بنتكلم قبل ما الخط يقطع مع استاذ طارق رمضان انه ضيع
4 اهداف مؤكده، وده الى حد ما رقم مش بسيط. وكان استاذ طارق رمضان بيكلم يا شاذلي قبل ما الخط يقطع انه في عندنا مشاكل في تفنيش اللعبه كده زي ما بيقال باللغه الكرويه. على اي حال لسه استاذ طارق رمضان رجع لنا مره ثانيه، اتفضل يا استاذ طارق. يعني الخط قطع، بس يعني انا بكلمك على مبدا الدفاع اللي هو البحث، ان لو هو الاهلي هيبدا يدافع فقط بدون الضغط على المنافس، دي بتبقى خطر جدا على الفرقه، لان مش فيش فريق هيفضل يدافع طوال المباراه، فلازم يقسم المباراه خاصه لما يكون في حماس عند الفرقه المنافسه. الفرقه المنافسه لما تضغط عليك بتفتح لك دايما، عندها ثغرات لابد ان انت تستغليها. لكن هو الاهلي في بعض يعني العيوب اللي هو هيتلافاها، لان النهارده نص الفرصه في هذه المباراه مهمه جدا، خاصه بالنسبه للمهاجمين، يعني خاصه بالنسبه لمحمد شريف، خاصه بالنسبه لحسين الشحات، خاصه بالنسبه لاحمد عبد القادر. واحمد عبد القادر يمكن كلاعب مهاري لازم يلعب مع فرقته، لكن ما اعتقدش ان الاهلي هيبدا يدافع فقط، انما هيبدا يضغط على الرجاء لمنعه من الاستحواذ على الكوره ومنعه من الهجمات اللي هو عايز يعملها على النادي الاهلي لاحراز اهداف في هذه المباراه. طيب موسيماني امبارح اتكلم عن النادي الاهلي وقال ان هو نادي كبير وقادر في مثل هذه المباريات ان يفوز والافضليه ليه، وكمان واثق في اننا مش هنوصل، النادي الاهلي مش هيوصل لركلات الترجيح، هل ثقته في محلها؟ اكيد طبعا، النادي الاهلي نادي كبير جدا، لاعبته على قدر المسؤوليه، بالطبع هو عايز يحسم المباراه لانه قدامه اكتر من فرصه، هو متفوق في النتيجه ب 2-1، فبالتالي عايز يخلص من المباراه قبل ما يروح لمغامره مش مضمونه. الوصول لضربات الترجيح طبعا مغامره ما تقدرش تحكمها، لان ممكن حد يضيع. انت بتشوف دايما يا شاذلي ان احنا ممكن نوصل لضربات الترجيح، وضربات الترجيح دي بنسميها ضربات الحظ مهما كانت كفاءتك، فانت ما توصلش بالمباراه الى هذه النقطه. واعتقد ده تفكير سليم، ان انا ما دام عندي اكتر من فرصه استغلها لحسم المباراه في وقت اللعب، لان حسم المباراه في وقت اللعب بيديني فرص كتيره للتهديف، بخلاف صحيح. الانتظار بقى ان انا اوصل لضربات الترجيح. طبعا اكيد الترجيح. اكيد بيريح بشكل كبير. يعني بشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ طارق رمضان الناقد الرياضي. طيب خلينا نروح مع حضراتكم لملف اخر وموضوع اخر. الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس كان بيتابع امس مستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناه ومعدلات الانجاز وفق الجدول الزمني المحدد. المشروع ده بكل تأكيد هيكون ليه تأثير كبير جدا في تحسين حركة الملاحة وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة. خلينا في تفاصيل أكثر عن آخر مستجدات تطوير وتوسعة قناة السويس من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس معنا على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. أهلا بيك يا فندم، صباح النور. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. لو حضرتك يا فندم تطمنا وطمن السادة المشاهدين عن آخر تطورات مشروع تطوير وتوسعة القطاع الجنوبي. والله نطمنكم، الحمد لله المشروع ماشي بخطى ثابته، ان شاء الله نخلص في ميعادنا السنه الجايه في شهر 7 باذن الله. احنا مش 24 شهر، احنا المشروع منقسم الى قسمين. ازدواج في منطقه البحيرات المره الصغرى 10 كيلو من الكيلو 122 للكيلو 132، وده احنا خلصنا حوالي 21% اجمالي تكعيك 13 مليون متر مكعب. والجزء الثاني 30 كيلو من الكيلو 132 للكيلو 162 ترقيم القناه، خلصنا حوالي 5 مليون متر مكعب وبنسبه الجاز حوالي 28%. والحمد لله برضو احنا التكسيات خلصت بنسبه 52%، واحواض الترصيب اللي احنا بنحط فيها نواتج التكرير خلصت بحوالي 80%. فالمشروع ماشي الحمد لله تبقى المخطط. الاهم حاجه ان احنا ماشيين تبقى المخطط، ونخلص في ميعادنا باذن الله كما امر سياده الرئيس على التحسيس ان شاء الله باذن الله. طيب نطمن يا فندم على اسطول الكركات المشارك في هذه العمليه. احنا الحمد لله دلوقتي، يعني طبعا احنا كل فتره بنزود كراكه طبقا للمخطط اللي احنا عاملينه. يعني دلوقتي المشروع في ثلاث كراكات دلوقتي في الجزء اللي هو التوسعه، في كراكه مهاب نبيش وكراكه حسين طاطاوي وكراكه الصديق، وفي كراكه رابعه هتخش ان شاء الله على اول الشهر الجاي. وفي مشروع الازدواج في كراكتين الحمراء والمرفق، وفي كراكه جديده اللي هي الصدر هتخش ضمت لسه يعني في ثلاثه برضو، يعني في ثلاثه وهنا في ثلاثه. في كراكه كاثيوبيا دي موجوده دلوقتي في البحيرات المره الكبرى، وهتبدا في اول الشهر الجاي برضو تخش في منطقه البحيرات الكبرى. يعني هيبقى عندنا اربع كراكات هنا، يعني ثمان كراكات. يعني في كراكات جديده كمان بيتم اضافتها يا فندم لانجاز العمل.
يعني كل ما احنا عاملين المخطط بتاعنا يعني لغايه دلوقتي مثلا كان 3 كنقات، الشهر الجاي هيزيدوا كنقات كمان، يوم المعدل يزيد لغايه لما يخلص المخطط بتاعنا اللي احنا عاملينه. لكن هنثبت احنا تقريبا عند 8 كنقات، 4 في الازدواج و4 في التوسعه. طيب يا فندم، يعني زي ما حضرتك كنت بتتكلم انه هذا المشروع من دوره ان هو يحسن حركه الملاحه وايضا يزود الطاقه الاستيعابيه للقناه، احنا اتكلمنا كتير جدا في النقطه دي يا فندم، وحضرتك ما تؤكد على اهميه هذا المشروع او تحديدا المشروعين دول ان كان ازدواج قناه او حتى الترقيم. عايز اعرف من حضرتك ونأكد تاني يا فندم للساده المشاهدين اهميه هذه المشروعات وازاي هتقدر انها تحقق الاهداف دي ان كان تحسين حركه الملاحه او زياده الطاقه الاستيعابيه. شوفي يا استاذ جمال، احنا الحمد لله المشروع ده فعلا مشروع كبير وعملاق، يمكن تسليط الضوء مش كبير قوي عليه، لكن لما ننهي ان شاء الله يبقى تسليط الضوء عليه اكبر. لكن هو طبعا المنطقه اللي هي جزء ال 40 كيلو دول، احنا بنقول جزء ال 40 كيلو دول اللي هم في الجنوب من كيلو 122 لكيلو 162، دول اصعب جزء تقريبا موجود في قناه السويس بالنسبه للملاحه فيه، لان هو جزء ده فيه ضيق جدا وفي انحناءات كثيره قوي. فحته اللي احنا بنعمله دلوقتي، اولا عمليه التوسيع ل 40 متر جهه الشرق والتعميق من 66 قدم ل 72 قدم، ده هيحسن حركه الملاحه في الجزء ده بنسبه 28%. يعني ايه بنسبه 28%؟ يعني الاباطين اللي بيسوقوا المراكب في الجزء دوت هيشعروا ان عمليه الانحناءات الكبيره قوي الحاده اللي كانت موجوده في الجزء ده قلت شويه نتيجه احنا عملنا ده بنسبه 28%. تاثير التيار والريح الكبير قوي اللي جاي من الجنوب بيأثر على دفه المركب، بيبقى في صعوبه جدا كبيره على السيطره على دفه المركب، برضه هيشعروا بهذا التحسن. اما بالنسبه للبحيرات البره الصغرى، فال 10 كيلو اللي احنا بنعملهم دول هيسمحوا لنا ان احنا نزود عدد السفن اللي موجوده داخل القناه في وقت واحد 6 سفن، وده مهم لان عدد السفن دلوقتي بيزيد بنسبه كبيره قوي، وبالتالي عندنا احتياج ان احنا نسمح لعدد سفن اكثر الموجود في قناه السويس عشان ما نعطلش الملاحه اللي هي ال 11 ساعه اللي بيعبروا فيها، نزيد عن كده او نعمل عمليات انتظار لمدد طويله، وده مش محتاجينه. يعني هقول لحضرتك النهارده مثلا بالمناسبه، يعني النهارده في 76 سفينه بيعبروا القناه بحموله صافيه 4 مليون و7 من 10 4 مليون طن و7 من 10 طن في النهارده بس، فاعداد السفن فعلا بيزيد، وبالتالي بقينا محتاجين ان احنا نزود عدد السفن في المجرى الملاحي. عظيم. ايفر جيفن بتجنح مره اخرى في خليج تشيسابيك الامريكي، هل تابعتوا هذا الامر وهل الهيئه عرضت المساعده من واقع خبرتنا بقى في تعويم هذه السفينه؟ طبعا ايفر فيرويد دي مركب من المجموعه بتاعه ايفر جرين، طبعا ايفر جيفن كانت شحنه هي طلعت الحمد لله خلاص، بس قعدت حوالي 36 يوم شهر واسبوع تقريبا، واستخدموا على فكره كل اللي احنا استخدمناه، بس قعد اتاخروا شويه يعني استخدموا كركات واستخدموا الحفارات، يعني كانوا يعني هم استخدموا الحاجات دي كلها، مع ان المركب اللي كانت موجود دي حمولتها كانت اقل من ايفر جيفن، وكمان التربه بتاعتها اسهل بكتير قوي من ان احنا كنا تربه صخريه، هم كانت تربه وطنيه، لكن هم خدوا 36 يوم، الحمد لله احنا خدنا 6 ايام بفضل المصريين والمجهود اللي اتبذل. احنا عرضنا فعلا ان احنا نساعد زي ما هم كانوا عرضوا برضه علينا ان هم يساعدونا، برضه احنا عرضنا بمنطلق خبره لينا يعني ان احنا ممكن نساعد معاهم في هذا المشروع، لكن الحمد لله هم خرجوها الحمد لله وتمام دلوقتي. الحمد لله يا فندم. طيب سياده الفريق، يعني يمكن من شهور قليله قناه السويس كانت بتحتفل بعبور عدد غير مسبوق ورقم تحقيق رقم جديد من عبور السفن في القناه، خلينا يعني نستغل وجود حضرتك معانا وتطمنا على حركه الملاحه في قناه السويس. والله الحركه الحمد لله كويسه، يمكن احنا كنا قلقانين ان الحرب الاوكرانيه الروسيه تاثر يعني على حركه الملاحه، لكن احنا شايفين ان كل اللي تاثر في البحر الاسود او السفن اللي ما جاتش البحر الاسود كان ليها مقابل جاي من الجنوب عشان يعوض الغاز والبترول اللي كان بيطلع من روسيا واوكرانيا لدول اوروبا، باصبح بيجي من الجنوب، وبالتالي احنا يمكن كان العدد كمان اكبر. يعني انا هقول لحضرتك من يناير مثلا لغايه نص ابريل، من يناير لغايه نص ابريل في 6008 سفينه معديين في الفتره دي بس، 3 اشهر و10 ايام دول، بزياده حوالي 11% عن السنه اللي فاتت، والعائد بالدولار كان مليار و900 مليون دولار، بزياده حوالي 16% عن السنه اللي فاتت. الحمد لله طمنكم ان حركه الملاحه بتسير بخطى كويسه، عدد السفن بيزيد والعائد بالدولار الحمد لله في زياده، ونتمنى انه يزيد اكثر من كده باذن الله. طبعا يعني دي اخبار تطمننا بشكل كبير، وهذه النسب اللي حضرتك ذكرتها يا فندم هي نسب مش بسيطه،
بنشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم. الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، نشكرك جزيل الشكر يا فندم. دلوقتي مشاهدينا هنستأذن حضراتكم نروح لفاصل سريع ونرجع من بعد نكمل باقي فقرات. اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. وزي ما كنا بنتكلم في بدايه الحلقه، كلنا تابعنا سياده الرئيس امبارح وهو بيشهد موسم حصاد القمح في توشكا. شفنا مساحات كبيره تم اضافتها للمساحه المنزرعه عشان ترفع الانتاج في خطوه مهمه جدا ضمن خطوات الاكتفاء الذاتي من القمح. خلونا نتكلم عن بدء موسم الحصاد في توشكا الخير. معانا في الاستوديو الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه. دكتور محمد صباح الخير. صباح الخير يا فندم. يا اهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيب. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد. عايزين نبدا بحضرتك مع حضرتك بالقيمه المضافه لما تم بالامس. الحقيقة قيمة كبيرة جدا، تم إضافة قيمة كبيرة جدا للإنتاج الزراعي. إحنا بنتكلم على مشروع هو يعتبر الأكبر أو من أكبر المشروعات في المنطقة لزراعة وتطوير الإنتاج الزراعي في أو مشروع متكامل بحقق تنمية متكاملة في الإنتاج الزراعي. ده لأن إحنا بنتكلم في أكثر من 500,000 فدان تقريبا بيتم العمل على زراعتهم، وأرض الحقيقة من أجود أنواع الأراضي. طبيعة المناخ هناك في المنطقة بيساعد على النضج المبكر لبعض المحاصيل الاستراتيجيه زي القمح كده. كل دي مقومات نجاح لهذا المشروع. ومشروع بيعادل بقى مشروع الدلتا الجديده. احنا كنا بنتكلم دايما عن الدلتا الجديده في الوجه البحري، النهارده احنا عندنا دلتا جديده بس في صعيد مصر اللي هو توشكا الخير. دي تساعد على فتح فرص عمل لسكان مناطق الصعيد، فتح افاق تنميه لمناطق الصعيد. فهي مش موضوع مشروع زراعي بس، انما هو مشروع زراعي له اثر اقتصادي كبير جدا على الدوله المصريه، له أثر مجتمعي كبير جدا على سكان صعيد مصر وعلى سكان بعض المناطق الريفية هناك، له أثر كبير جدا أيضا على فكرة البيئة والتنمية المستدامة، لأن ده كمان كل مشروعات التنمية المستدامة لها علاقة بالاقتصاد الأخضر. والأهم من ده كله أنه بيساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري. احنا شايفينه من جهود واللي شايفين الدولة بتعمله من 2014 هو هدفه الأساسي تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، أن يشعر المواطن المصري بالأمان والاستقرار حتى في أحلك الظروف والأزمات الدولية. عدت علينا أزمات كتيرة جدا بنتجاوزها بفضل ما قامت به الدولة من 2014، والناس ما بتبقاش متخيلة هو اللي بيحصل ده ليه. يعني الناس يقعدوا يقولوا احنا بنعمل طرق ليه؟ مش عايزين طرق، عايزين ناكل. طب ما انت هتاكل ازاي لو ما فيش طريق يخلي الناس تروح تروح تستثمر وتشتغل؟ شبكات الكهرباء حتى كمان، الكهرباء اللي اتعملت ومحطات الكهرباء اللي اتعملت ده كان هدفها ايه؟ من عشان يبقى عندي فرص تنميه لازم عندي مصدر طاقه، لازم عندي اليه لفتح افاق جديده وفتح مناطق جديده نقدر نشتغل فيها. فالتنميه اللي كانت بتحدث في الدوله هي تنميه متكامله، قيمتها المضافه بتعود على المواطن بشكل مباشر في تلبيه احتياجاته، تعود على الفلاح في فرص عمل وفرص شغل جديده ومناطق جديده يقدر يزرعها. كل ده بيتكامل بالظبط. طيب استاذ محمد، بما ان لغه الارقام لا تكذب، خلينا نعرف من حضرتك يا فندم بالارقام، المساحه المنزرعه قد ايه هذا المشروع، مشروع توشكا انه هذا بالارقام كمان يزود قد ايه من الانتاجيه الخاصه كمان بالقمح، لانه طبعا في زي ما حضرتك قلت بيزود الفدادين او عدد الافدنه، في رقم تاني هو الانتاجيه، فخلينا نعرف من حضرتك تحديدا هذه الارقام عشان نبقى عارفين. يعني احنا لما بنتكلم على منطقه توشكا الحقيقه احنا بنتكلم على اكتر من 300,000 فدان قمح بيتم زراعتهم، ودول يجيبوا لنا حوالي ما يقرب من مليون طن جديد بيتحط على الانتاج. مع استمرار عمليه الجهود والتنميه في هذه المنطقه اكيد هنصل لاكتر من كده كمان ان شاء الله. لكن ده على منظور توشكا بس، الحقيقه الدوله ما اشتغلتش في توشكا بس، احنا اشتغلنا في مناطق كتير جدا. احنا بنتكلم على حجم المشروعات اللي تم تنفيذها في استصلاح الاراضي، الا ان احنا في حوالي 5,000,000 فدان تقريبا بنشتغل على استصلاحهم وتطويرهم. يعني عندنا دلتا الجديده 2.2 مليون فدان، الريف المصري الجديد 1.5 مليون فدان، توشكا 0.5 مليون فدان، سينا 0.5 مليون فدان. كل دي مناطق جديده بتخش الانتاج في فان دله وفي شرق العوينات. ده طبعا ده احنا بنتكلم بس على حاجه واحده وهي زياده المساحه المنزرعه في مصر. عندنا حاجه ثانيه بنشتغل عليها وهي تعظيم انتاجيه الارض الموجوده. احنا عندنا 9.7 مليون فدان قديمه، اراضي قديمه موجوده على الوادي والدلتا. الاراضي دي بقى لها 7000 سنه بتزرع، ما كانش في حد بيفكر يطور فيها. النهارده احنا بنشوف مشروع تطوير الري الحقلي متخصص له
مئات المليارات، بنتكلم على مشروع تطوير تقاوي جديد ومشروع تقاوي الخضر والفاكهه ومشروع تطوير التقاوي والمحاصيل الحقليه متخصص له ايضا مليارات كتير جدا. توفير نظم البحث العلمي وتطوير البحث العلمي عشان نطبق نظم مزرعيه جديده زي نظام الزراعه المصاطب ايضا موجود. طب ايه الناتج بقى من الكلام ده واحنا بنقول ليه كده؟ لان احنا كنا من حوالي 5 6 سنين كنا بنزرع اقل من 3 مليون فدان قمح، النهارده احنا زارعين 3.65 مليون فدان قمح، يعني اكتر من 3.6 مليون فدان مزروعين بالقمح. طب دول هتجيبوا لنا انتاج قد ايه؟ دول هتجيبوا لنا انتاج ان شاء الله ما يقلش عن 10 مليون طن من القمح هذا العام. طب الانتاج ده يعني يكفينا قد ايه؟ ده ممكن احنا نعدي السنه دي كلها واحنا عندنا القمح بتاعنا مكفينا من هذا تقريبا يعني الحصاد. السنه دي نكون حققنا بهذا المشروع حوالي 65% من الاكتفاء الذاتي. طبعا ان شاء الله ان شاء الله. ده احنا بنتكلم على النهارده على التوقعات اللي موجوده، بس احنا في المستقبل اكيد هتبقى الامور افضل كتير جدا لان حجم المشروعات اللي موجوده واللي بتكتمل يوم بعد يوم، وكل يوم بندخل حاجه جديده. عن النهارده توشكا دخلت في مناطق جديده، هتخش تاني في عمليه الانتاج، والتطوير مستمر في عمليه الانتاج، لان مش بس الانتاج كمان في المساحات الاراضي، انما كمان الارض القديمه نفسها تطوير كبير بيحصل فيها. هو الارض كانت من 10 سنين الفدان، يعني الناس خبراء الزراعه كانوا يقولوا من 10 ل 12 اردب هو ده متوسط انتاجيه الفدان. النهارده احنا بنتكلم في 18 و20 اردب، بل في ناس كمان بنكرمهم بيوصلوا ل 25 وال 30 اردب بالفدان. يعني احنا بنزود انتاج بنفس الارض اللي احنا شغالين فيها، وبنشجع الفلاح. دي نقطه مهمه حضرتك ذكرتها دلوقتي. طبعا طبعا بنشجع الفلاح بشكل كبير. طب يعني كمان حتى عشان نعرف ان رؤيه الدوله المصريه ثاقبه الحقيقه، ودايما تنظر للامور مش بشكل سطحي، لانما بتنظر لعمق الامور. يعني ما كانش في حد يسمع عن اي ازمه دوليه في شهر نوفمبر الماضي، واول مره الدوله المصريه تحدد سعر توريد القمح كان قبل موسم الزراعه. كان السنه دي في الموسم ده اتحدد السعر في شهر نوفمبر قبل ما الناس تفكر تزرع اصلا، واتحط له سعر 100 جنيه تقريبا حافز اضافي مضاف على السعر. يعني احنا كنا زياده عن الموسم اللي قبله. يعني كان السنه اللي فاتت الموسم الماضي يعني كنا بنبيع ب او كان الفلاح بيورد ب 725 جنيه لل 23.5 نقاوي، هو بيورده دلوقتي ب 820 جنيه. وبعد احنا كنا بنتكلم في شهر نوفمبر، بعد الحصاد او لما قربنا على موسم الحصاد سياده الرئيس وجه بتوفير حافز اضافي تاني للفلاح، فتحط كمان 65 جنيه. يعني اللي كان بيتورد السنه اللي فاتت ب 725 النهارده بيتورد ب 885 جنيه. فرق كبير جدا موجود، تشجيع كبير جدا للفلاح. طب ليه الدوله بتعمل الكلام ده؟ اولا ده مصدر لتحسين دخل الفلاح، وده بتوافق حقيقه مع كمان رؤيه الدوله المصريه لحياه كريمه للفلاح. ده بتناسب ايضا مع اهتمام الدوله بهذا المحصول الاستراتيجي. الدوله عايزه تشجع على زراعه محصول القمح. احنا نجحنا بشكل كبير جدا في تطوير منظومات الزراعه وتطوير عدد كبير من الحاصلات الزراعيه، ولكن كمان محصول القمح له اهميه كبير وله اهميه مختلفه، لان هو بيمثل لقمه العيش للمواطن المصري. بكل تاكيد. دكتور محمد، عايز اتكلم مع حضرتك عن دور مركز البحوث الزراعيه او البحوث الزراعيه في الدراسات اللي اتعملت في ارض توشكي عشان نقول ان الارض دي تنفع تتزرع. يعني الحقيقه المراكز البحثيه في مصر فيها تطوير كبير جدا. اولا مركز بحوث زراعيه ومركز بحوث صحراء، دول مركزين بحثيين هما من الاكبر او من اكبر 10 مراكز على مستوى المنطقه بالكامل. ده في اخر تقييم كان حصل من خلال العديد من المؤسسات الدوليه. طيب المركزين دول بيطبقوا حاجه اسمها البحوث التطبيقيه، يعني احنا بنجيب البحث العلمي بنحوله لبحث تطبيقي، نحطه على الارض يتطبق على الارض. وكمان بنعمل حاجه اسمها الارشاد الزراعي، فبننقل البحث ده التطبيقي ده بنخليه بحث الفلاح يعرف ينفذه بايديه على الارض، والمزارع يقدر ينفذه بايديه على الارض. ده هو الدور الحقيقي للمراكز البحثيه الموجوده عندنا في وزاره الزراعه، اضافه الى البحوث العلميه كتير اللي بنقوم بيها والجهود اللي بنقوم بيها. ومن نتائج بقى العمل في مراكز البحوث، مثلا بدانا نشتغل على فكره نظام الزراعه المصاطب. ايه نظام الزراعه المصاطب دي؟ احنا بنحط الارض او بنزرع القمح بغير النظام التقليدي، ان احنا بنحطه على مصاطب وبنجهز له المعدات اللازمه لده، وتعمل مجموعه من السطرات اللي تقدر تساعد على تجهيز الارض عشان الفلاح يقدر يزرع بنظام الزراعه المصاطب. ده لوحده كده ممكن يوفر لنا 2 اردب بزياده للفدان. تطوير تقاوي، احنا كان عندنا التقاوي بتاعه محصول القمح. ده يفرق في استهلاك الميه طبعا. احنا بص يا فندم، احنا بنشتغل على بعدين رئيسيين. البعد الاولاني هو او البعد الاول هو تعظيم انتاجيه الميه وتعظيم انتاجيه الارض. يعني انا عايز نقطه الميه
كل ازود واصل فيها الى اقصى انتاجيه ممكن، وزيها برضو نقطه كل حبه تراب عايزين نصل الى اقصى انتاج ممكن منها. ده بيحصل من خلال تطوير نظم الزراعه زي ما حضرتك قلت كده او زي ما كنا بنتكلم دلوقتي، وكمان بيحصل برضو من خلال استنباط اصناف جديده من التقاوي. يعني احنا عندنا مثلا اصناف التقاوي في القمح في اخر سنتين ولا حاجه احنا بنتكلم في اكتر من 5 أو 6 اصناف جديده تم استنباطهم. الاصناف دي بتدي انتاج اعلى، بتقاوم مزيد من الافات او بتقدر تقاوم عدد اكبر من الافات، بتقدر تتحمل التغيرات المناخيه. هو المنطقه اللي احنا كنا بنزرعها قمح مش هي هي نفس المنطقه اللي احنا بنزرعها دلوقتي، احنا كنا بنزرع في منطقه الدلتا درجه الحراره معينه، درجه الرطوبه معينه، ظروف مختلفه. فعشان اقدر اغير الظروف الجويه وحتى كمان مع التغيرات المناخيه اللي موجوده، فلازم يكون عندي ايه، لازم يكون عندي اصناف جديده قادره انها تتحمل هذه الظروف. فدي من الحاجات المهمه اللي احنا بدانا نشتغل عليها. وفي فكره تطوير التقاوي كمان احنا بنعمل حاجه اسمها الخريطه الصنفيه. ما انا عندي اصناف كتيره جدا موجوده. الخريطه الصنفيه دي احنا بنبدا نحدد كل منطقه تتزرع ايه وانسب نوع. يعني انا هزرع قمح بس ازرع قمح 6-12 ولا 6-14 ولا سخه ولا جي ولا ازرع ايه بالظبط. فعندي اصناف كتيره جدا موجوده اقدر اختار بخريطه صنفيه علشان اتجنب اي اضرار او اي افات ممكن تؤثر على الانتاجيه. وكمان بنعمل بقى حاجه مركز البحوث الصحراء مع مركز بحوث زراعيه، بنعمل حاجه اسمها حصر وتصنيف للتربه. بينزل فرق عمل متشكل فيها كل الخبراء، جيولوجيين، خبراء ميه، خبراء نبات، خبراء بيئه، كل من له علاقه بالموضوع سواء من المراكز البحثيه او من هيئه التعمير او من الجامعات المصريه او من اي مؤسسه، بيبداوا ينزلوا يعملوا حاجه اسمها حصر وتصنيف للتربه. نحدد المناطق اللي يمكن زراعتها والمناطق اللي مش هنقدر نزرعها او ما تنفعش نزرعها، فبنبدا نخصصها لمشروعات متكامله لخدمه القطاع الزراعي زي التعبئه والتغليف، التجهيز، كل الكلام ده بنبدا نجهزه بحيث يكون عندنا خريطه كامله لعمليه تنميه شامله داخل الدوله المصريه. في الحقيقه الدور كان كبير جدا. احنا يمكن يعني في الفتره الاخيره اكتر من 500,000 فدان كان بيتم العمل على حصر وتصنيفهم، علشان احنا كنا واصلين حوالي 700,000 فدان تقريبا بيتم العمل على حصرهم وتصنيفهم وتحديد المناطق اللي يمكن زرعتها والتي لا يمكن زرعتها. توجيه السيد الرئيس كان واضح جدا، احنا عايزين نعرف ايه الاراضي اللي في مصر اللي نقدر نزرعها علشان هنزرعها. طيب الحقيقه يا فندم انه قطاع الزراعه بيساهم بنسبه 15% في الناتج المحلي، 17% من الصادرات السلعيه. عايز اعرف من حضرتك ايه المستهدف لهذه الارقام في الفتره الجايه؟ يعني هو طبعا احنا بنتكلم على المنتج النهائي للمنتج الزراعي. يعني انا عندي المنتج الزراعي ده او الحصلات الزراعيه بتطلع حاجه اسمها فريش او منتج طازج، هو ده اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي. انما المنتج ده يعني هو بيساهم في حوالي 15% من اجمالي الدخل القومي. مع المشروعات اللي موجوده اكيد الرقم ده هيزيد بشكل كبير جدا. احنا تقريبا بنتكلم على 5 صادرات السلعيه لها علاقه بالمنتج الفريش او المنتج النهائي. بس الحقيقه القطاع الزراعي هو قطاع تشابكي، وجزء كبير جدا من المشاريع الصناعيه لها علاقه وارتباط وثيق بقطاع الزراعه. صحيح هو مش بيبان معانا في الارقام او مش بنتكلم عنه في الارقام، لكن هو ده قطاع تشابكي ومهم. يعني قطاع الغزل والنسيج مثلا، صحيح ده قوامه الاساسي هو زراعه القطن والمشروعات القائمه عليه. كمان لما بنتكلم على المصنعات الغذائيه، المعجنات، يعني جزء كبير جدا من المشروعات بيقوم في قوامها الاساسي على الزراعه. فالزراعه قطاع ديناميكي وقطاع حيوي، وارقامه الحقيقه ارقام مهمه جدا، لان احنا ربع العماله في مصر تقريبا لا علاقه بشكل مباشر او غير مباشر بقطاع الزراعه. وسكان المناطق الريفيه احنا اكتر من 60 مليون مواطن لهم علاقه بشكل مباشر او غير مباشر بقطاع الزراعه. وحجم المشروعات اللي بتؤثر في تطوير هذه المناطق الريفيه، خليني اقول لك الدوله مخصصه 700 مليار جنيه لمشروع ومبادره حياه كريمه علشان نطور المناطق الريفيه. ده يعني احنا داخلين في صلب التنميه داخل قطاع الزراعه. فالقطاع قطاع مؤثر في كل حاجه في الدوله، كل معايير التنميه المستدامه داخل الدوله المصريه بتتاثر بقطاع الزراعه. اكيد ان شاء الله مع الجهود المبذوله ومع ما يتم تطبيقه على ارض الواقع من استثمارات ومن مشروعات قوميه كبرى، يمكن تقريبا الفتره الاخيره كل المشروعات الكبيره بتتشابك مع قطاع الزراعه بكل لان تأكيد. امن قومي. طيب. هو الامن الغذائي للمواطن المصري. طيب حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه وهي الزراعات التعاقديه. ان احنا بنروح نتفق مع الفلاح، ودي كانت اول مره تحصل في محصول القمح والدوله اتفقت مع الفلاح. هل بتتابع معاه باستمرار؟ يعني حضرتك ذكرت كمان اكتر من نوع من القمح، فنقدر نقول للمزارعين في محافظه الشرقيه لا انتوا هتزرعوا نوع كذا، المحافظه في بني سويف هتزرعوا نوع كذا، ده بيتم التواصل ما بينكم وبين الفلاحين عشان نضمن في النهايه
انتاجيه كويسه، لان احنا الدوله تعاقدت على هذا المحصول. طبعا احنا خد بال حضرتك، احنا كمان بقى عندنا في مصر قانون اسمه قانون الزراعه العضويه، واحنا اسف قانون الزراعه التعاقديه، وعندنا كمان مركز اسمه مركز الزراعه التعاقديه، دمت موجودين واصبح لنا اليه لتطبيق فكره الزراعه التعاقديه. الزراعه التعاقديه احنا بنتوسع فيها بشكل كبير جدا، لان الهدف هو خدمه الفلاح المصري. هنلاقي القمح ده من الحاجات اللي احنا بنطبق فيها زراعه تعاقديه، وفعلا بنطبق فيها فكره الخريطه الصنفيه، ان احنا بنحدد زي ما حضرتك قلت كده، انا المنطقه دي لو زرعتها 6 14 هيبقى افضل انتاجيه ممكنه، فانا احط في كفر الشيخ مثلا وفي البحيره احط 6 14، احط في فاني سويف لا احط 6 12 مثلا، احط في، انا بضرب امثله تمام. والتنوع كبير الحقيقه، لان حجم الاصناف اللي موجود في القمح او حجم التنوع اللي موجود في تقوي القمح كبير جدا نتيجه البحث العلمي اللي مبذول فيه. وبالمناسبه تقريبا كل تقاوينا اللي بنزرعها في القمح او في المحاصيل الحقليه كلها هي طالعه من نتاج المراكز البحثيه وجهود الباحثين في مصر، فكلها حاجات محليه كلها بتدي انتاج عالي. وكمان احنا كثفنا الجهود مع ادارات انتاج التقاوي علشان نوفر التقاوي في الجامعات الزراعيه، فيقدر الفلاح يزرع بتقاوي جديده ما يكسرش من التقاوي القديمه اللي موجوده عنده، وبالتالي دي تدي له انتاج اعلى وتحافظ دايما على معدلات انتاج اعلى للارض والفدان زي ما كنا بنتكلم. ف يعني المشروعات او الجهود اللي بذلت في هذا الاطار والتوعيه المزارع والزراعه التعاقديه كمان احنا بنطبقها على البنجر مثلا، على قصب السكر، بنطبقها على القطن دلوقتي، بدانا نحط له سعر ضمان موجود عليه، فبدانا نخش في منظومه الزراعه التعاقديه في اكتر من حاصله، حتى كمان المحاصيل الزيتيه تم اضافتها لمنظومه الزراعه التعاقديه زي فول الصويا او زي عباد الشمس، وحاطين له سعر ضمان تحفيزي جدا للفلاح علشان نساعده على زراعه هذه المحاصيل، ان هي برضو من المحاصيل الاستراتيجيه للدوله المصريه. هي مجهود كبير جدا، وشايفين كمان تطوير وتنميه كبيره جدا في قطاع الزراعه تحديدا، وزي ما حضرتك تحدثت يا دكتور انه بالفعل قطاع الزراعه مش معني بيه بس فقط المزارعين، ولكن بالفعل بيمس كل بيت في مصر. ويمكن من فتره مش بعيده ما كناش بنسمع حد بيتكلم عن القمح ومحصول القمح وما كناش والعيش والكلام ده، كناش بنسمع دلوقتي الناس كلها بتتكلم ومتابعه جيده جدا للقمح وزراعه القمح والمساحه المزروعه بالقمح. فبالتالي هو بالفعل قطاع يعني مهم جدا وعميق جدا زي ما حضرتك تحدثت، ومتشابك مع عده صناعات وقطاعات طبعا. اخرى بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد القرشه المتحدث باسم وزاره الزراعه، نورتنا في صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا. شكرا لك يا دكتور. شكرا جزيلا. صباح كده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعه، كنا مع حضراتكم على مدار ساعتين، بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر. ان شاء الله. كنت سعيده طبعا بوجودي معاك النهارده يا شاذلي، بنصبح على حضراتكم جمعه مباركه، صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.